رب الصبر راه كيعيش الى عرف يدير الرياضه وعرف يدير واحد عدد الامور راه ما يخافش. نقول لكم مرحبا بكم وان شاء الله نلقاو في الاخرى وغادي يكون عمل اخر ودائما بالمجان. ونهار شي واحد يقول لكم شي رياض لا يسترقوا ولا سترتوا هذه عواجب. شكرا. معنا سعيد التدلاوي عضو المجلس الجماعي بعين حروضة وأيضا برلماني عن إقليم المحمدية. إذا اشرح لنا هذه البادرة هذه اللي دارت هنا بجامعة شلالات بتنسيق مع جمعية اللي كتنظمها جمعية بلادي بتنسيق مع جمعية نهضة زناتة. طبيعة الحال كما تفضلتوا جمعية نهضة زناتة بشراكة مع جمعية بلادي ومع الأكاديمية ديال داء السكري نظموا هذا اليوم. نعم. اللي كيتزامن مع اليوم العالمي للمرأة اللي غيكون في 10 أكتوبر، ولكن نظرا للبرنامج ديال القافلة الطبية اللي هو على صعيد الوطني ما عندنا إلا هذا النهار معهم. نعم. فاضطرينا نديروه اليوم، ولكن هذا ما كيمنعش أن عندنا برنامج على مستوى العملات محمدية، يعني الجماعات بستة الجماعات اللي هما غادي نعاود نسميهم: عين حروده، سيدي موسى المجدوب، بني خلف، سيدي موسى بن علي، ومدينه المحمديه اللي غنخليوها في الاخير لانها غتكون بمراحل نظرا للكثافه السكانيه. غادي نضطروا نعملوا احياء باحياء وغادي يكون واحد 10 ايام. كذلك عندنا قافله طبيه ديال النظارات ان شاء الله اللي غادي يكون فيها التدواز وغادي يكون فيها النظاظر وكل شيء بالمجان. يوم في شهر جوج يا كاسي يزيد ان شاء الله شهر جوج شهر فبراير 2018. فهذا البرنامج راه متسلسل على السنه كلها. نعم. على طول السنه. نعم. 17 18 هذه الانشطه غادي نقوموا بها في مختلف الجماعات. نعم. حتى لا يقال اننا كنفضلوا جماعه على جماعه، ما غنفضلوا بالتساوي ان شاء الله. وغادي يكونوا كاع الجماعات والله يجعل ربي يقدرنا ويغلبنا على هذا العمل، والله يجعل هاد الناس تا هما مساكن. نتمنوا اننا كاع اللي غيدوزوا يجبروا السكر. انا بعدا فرحان واحد 80 مرة اللي شفتها الصباح دوزت كلها عندها النتيجه مستحسنه من غرام و10 ولتحت. يعني هذا كيفرح ان الناس بعدا هاد الداء بعدا ما قايش شي هاد الشريحه من المجتمع. نعم. ما قاسهاش. راه هذا شيء كيفرح لانه هاد المرض المزمن هذا من الامراض الخطيره الفتاكه اللي كتهلك المواطن، لانه ما تيسوقلوش الخبر مسكين تم بعد عامين 3 سنين 4 سنين تتلقى فاز فيه ودخل وسكنه كيولي اما بالانسولين او بالادويه والى اخره، وما كيديرش الرياضه وما كيديرش الريجيم وكيزيد هو يصعب ويأثر. وراه كتعرفوا مرض راه خطير. اذا سي التدلاوي انتهزوا الفرصه معك للحديث حول جماعه الشلالات اللي كانت واجدوا فيها. كما كنعرفوا مؤخرا صراحه ولات كتعرف واحد التنميه تقريبا شبه شامله. نبغي نعرفوا اشنو هو البرنامج ديالكم انتم كرئيس جمعيه بلادي في هذا الشان. هذا احنا ما يمكننا الا نشجعوا ونواكبوا التنميه والاستثمار اللي احنا شريطه حاجه واحده اللي كنطلبوا. الاستثمارات الف مرحبا بها في اطار تصميم التهيئه اللي غادي يخرج للوجود واللي خصو يكون ملائم مع تصميم التهيئه، واللي غيحط شي مشروع يحطه يعني في البلاصه ديالو. والنقطه الثانيه اللي هي عندنا مهمه هو انه يشغلوا لنا الابناء ديال المنطقه. راه حنا عينا ما نشوفوا ان واحد العدد ديال الشركات جاوا مع كامل الاسف. نعم. والساده الرؤساء سامحهم الله اقولها انهم ما كانوش في مستوى باش يعملوا واحد دفتر تحملات. لما غتعطي الرخصه وتساعدوا تقول والله يخليك اعطيني الاسبقيه. انا هذيك اللي في عين حروده شحال غوت مع الرئيس السابق ديك كابل نيوز ولا سمبابا هذيك ديال سميتها سوسكابين. يعني شوفوا دوك الكيران في العشيه لما كيجيو يديو العمال عمال ببساطه ما كاين لا اختصاص. لا انا كنفهم الشركات. نعم. ماشي كنفرض عليهم واش هي شركه كدير مثلا واحد المسائل تقنيه وكتطلب دبلومات وانا الدراري ما عندهمش دبلومات وغنقول لا.
غير في إطار المستوى اللي عندي وشغلوا يشغلوا. كنشوفوا الكيران غادي للعين السبع، غادي للبرنوسي، الاتجاه ديالهم المحمد، يعني ولاد عين حرودة مساكن راهم باقيين كيدوروا في القهاوي ما تشغلوش. اذا شكي يستافدوا ولا شي؟ نهار جات الريجي طابا قال لك غادي تخدم لكم 900، ما شنا منهم حتى واحد، واحد ما خدمش، واحد ما اشتغلش من عين حرودة. ايكيا يلا خدموا شي جوج الناس حيت خوتهم دووا عليهم لانهم هما في المجلس. نعم يعني كاين استغلال النفوذ وكاين المحسوبيه والزبونيه. فاحنا يعني شنو هو المفروض باش ما يبقاش هادشي؟ احنا كنقولوا لهاد الناس المستثمرين الف مرحبا بكم في اطار القوانين الجاري بها العمل، احترام القانون واحترام تصميم التهيئه. وكذلك احنا ما كندويوش في الاختصاصات او في مثلا بغى ان تكنيسيان سبيسياليزي وانا ما عنديش، مع حقه يجيبو منين بغى. ولكن لا مانيتونسيون والمستويات اللي كاينين عندي وهو غادي ولي زوفري وادي لا حبذا انه يخدموا لنا هاد الوليدات باش نعاونوهم باش تاهما يطمحوا تاهما يكون عندهم مستقبل، يولي تايق في نفسه تينوض الصباح تيقول انا غنمشي نخدم، من بعد تيبدا يفكر يتزوج يدير وليدات ودوك الوليدات اللي دارهم غادي يقريهم ويعطينا مجتمع صالح. هذه هي الطريقه باش نحاربوا هذه البطاله ونحاربوا هو نشجعوا الاستثمار ولكن مع التشغيل. نعم. ابناء المنطقه. اذا وضحت فكره ديالك الى سمحتي السيد تادلاوي ويتسع الخاطر ديالك لنا معنا. طبعا السي كحيل وهو صحفي معنا في مدينه نيوز، عنده لك واحد السؤال. سي سعيد تادلاوي، انت رئيس برلماني ورئيس ديال الجمعيه ديال البلادي. السؤال اللي كيخلق الحدث اليوم هو تصميم التهيئه ديال جامعه الشلالات. تصميم التهيئه ديال جامعه الشلالات كاين انت بصفتك عضو ديال اللجنه المحليه ديال مجلس العمل ديال العماله المحمديه، كاين مجموعه الساكنه اللي كاين القيل والقالح حول تصميم التهيئه. اش ممكن تقول للناس الساكنه الشلالات وخصوصا الفلاحه وانت عضو ديال الغرفه الفلاحيه؟ نعم. اولا خص الناس يطمئنوا. اولا التصميم هذا مشروع ماشي تصميم، مشروع تصميم قابل للنقاش، والان تناقش على مستوى العمله برئاسه السيد العامل العماله المحمديه وحضر كذلك المدير العامل الوكاله الحضريه والكل جميع المصالح التقنيه أدلت بآرائها وملاحظاتها وطلب من السيد العامل ابتداء من التاريخ ديال الاجتماع 15 يوما لإداء تلك الملاحظات اللي اتخذت بعين الاعتبار واللي غادي ياخذوها. من بعد غادي يجي البحث هنا وغيتنشر في الجامعة وغادي تكون عنده أجل ديال 60 يوم باش يجيو الناس ويحطوا كتابة في واحد السجلات اللي غيكونوا مفتوحين ديال لونكيت دونفيرونمون وغادي يديروا الملاحظات ديالهم والتعرضات ديالهم والمسائل ديالهم. والمشرع نزع الملكية أو غير ذلك، فالمشرع اليوم كيحمي النازع والمنزوع. وسيدنا الله ينصره قال في خطابات عديدة أن نزع الملكية اللي بغى يديرها من الإدارات يديرها ويخلص الناس بالثمن ديال الوقت. إذن حنا شنو هو المطلوب؟ حنا عندنا واحد العدد ديال الأمور اللي غادا تدار في سميتو في هاد التصميم التهيئة، غادي يتحل غادي يتفتح للعموم والعموم غادي يشوفوا وغادي يعملوا الاقتراحات ديالهم وغادي يعملوا المسائل ديالهم وغادي يمشي داك الشيء في إطار الأجل داخل الأجل القانوني وفي إطار القانون المجاري به العمل باش عاوتاني يتبلور. غير هو اللي كاين اللي خصنا نطمئنوا الناس انه راه حتى واحد ما غيضيع عليه حقه وكل شيء الناس غادي تدلي برايها وسيؤخذ بعين الاعتبار. احنا عملنا لهم بعض الاقتراحات والسيد العامل حبدها وطلب باش تطبق. السيد المدير العامل ديال الوكاله الحضريه قال بانه من الان غيشتغل فيها، هي مسائل مهمه جدا. احنا ناقشنا على مستوى البرلمان، اخيرا كان عندنا اجتماع في لجنه البيئه لجنه البنيه التحتيه والتجهيز والطاقه والمعادن والبيئه والتنميه القرويه، ناقشنا الموضوع ديال الماء لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وناقشنا انه اليوم
اصبح غير معقول ان واحد العدد الجماعات كتسقي المساحات الخضراء ديالها بالماء الصالح للشرب، مع العلم ان هذه المدارات الحضريه كلها قبل ان تكون مدارات حضريه جديده كانت مدارات قرويه، وتوجد بها ابار مهمه جدا. احنا مثلا على مستوى الشلالات ولا على مستوى المحمديه، الحي الصناعي المحمديه مستوى عين حروده، كنعرفوا واحد العدد الابار اللي كاين البير اللي كيعطي 150 متر مكعب في الساعه، يعني تصور 150 طن في الساعه، الا خدم 10 تسويع يعطيك 1500 طن. يعني هاد المياه كلها مياه جوفيه راه كتمشي غير البحر اليوم، لانه ما بقات لا فلاحه لا يديك لا يخليك، ولات مدار حضاري او حي صناعي الى اخره. قلنا لهم باش في الشلالات عندنا واحد العدد الابار هنا معروفين في الشلالات، باش غادي ناخذهم بعين الاعتبار وغادي يوليو ملك ديال الجماعه، وغادي يترسموا في تصميم التهيئه، وغادي تعمل لهم غادي يترسموا ويتعرفوا باش يتجهزوا. نشوفوا الجماعه انه تبرمج لهم واحد العدد ديال المعدات باش يبداو يشتغلوا من الان في الماء صالح للمساحات الخضراء، لانه تقريبا في تصميم التهيئه جابوا 114 محل اللي غيكون ديال المساحات الخضراء داخل تصميم التهيئه. فهاد تصميم التهيئه جميل ولكن كيخصو الماء، ففكرنا انه الماء الصالح للشرب راه يطرد الماء راه كيكلف اكثر من داك الشيء باش كيتباع، اذا كيخصنا نرشدوا التبذير ديال الماء الصالح للشرب، ويكون لانه اصبح اليوم حق كل مواطن انه ينوض في الصباح بحالو بحال الناس تاوي يحل الروبيني ويلقى الماء صالح للشرب. فدا وباش يكون خص هذا الترشيد يبدا من الان. سؤال اخر، انت سي سعيد تداوي مسؤول على قطاع البيئه بالبرلمان، وكما كتعرف كاينه واحد الوقفه احتجاجيه حاشده يوم 6 اكتوبر بالمحمديه، تحدد لنا على المشكل البيئي باختصار بالمحمديه. اولا ما كانش خباري هذه سمعتها الصباح من عند الساده الصحفيين الاخوان، قالوا بان كاين شي وقفه احتجاجيه.